اختنقت مستشفيات نينوى عن بكرة أبيها بمرضى كورونا، موجة شديدة ضربت المحافظة التي تعد من المحافظات المنهكة صحيا بسبب واقع المستشفيات فيها، أمر جعل مصابي كورونا لا يجدون سريرا للرقود داخل مستشفيات العزل وينتظرون شفاء مصاب أو موته ليأخذوا مكانه. للأسف الشديد بدأت حالات الإصابة بهذا الوباء تزداد في هذه المحافظة، واليوم ولليوم الثاني على التوالي تسجل المحافظة أعلى زيادة الإصابات بهذا الوباء منذ بداية الجائحة ولحد هذا اليوم. تزامنا مع موجة الإصابات شعر الموصليون بخطر الوضع الصحي، واجتاحت موجة أخرى من الإقبال على اللقاحات منافذ التلقيح في عموم المحافظة، لترتفع نسبة معدلات التلقيح بصورة كبيرة عما كانت عليه في الأشهر الماضية، ومعدل الملقحين كل يوم قد تجاوز 3000 شخص. الازدياد حصل بعد هذه الموجة الجديدة من الجائحة. المواطن أصبح لديه وعي بضرورة التلقيح. التحذيرات اللي حصلت للمواطنين في ضرورة اللقاح أثبتت فاعليتها. نعم، تلقيت لقاح كورونا في مستشفى الموصل العام، وطبعا هي بجميع أخواننا المواطنين أن يسارعوا بأخذ اللقاح حتى نتمكن من العودة للحياة الطبيعية. لم تسجل منافذ التلقيح أي مضاعفات سلبية بسبب اللقاح، لكن كثرة الشائعات حوله جعلت الناس يعزفون عنه خلال الفترة الماضية، لكن الحاجة اليوم باتت ماسة إليه، والشعور بخطر المجهول جعل ردود الأفعال تختلف. لأنكم كثير عالم رددونا، بس بالأخير سألنا دكاترة أصدقائنا فنصحونا باللقاح. بعض الناس تشكك بهذا اللقاح. والله ساعني مريض، أنا عندي سكري وعندي ضغط وعندي أمراض مزمنة، بس يعني بالأخير اللقاح أفضل أشوف يعني من كل نواحي. وفي آخر إحصائية حصلت عليها التغيير، فإن عدد الملقحين التراكمي تجاوز 100,000 شخص، وقد يرتفع إلى مثل هذا العدد خلال 30 يوما فقط بحسب تقديرات دائرة الصحة. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.